انا دفعت واحد الطلب ديالي للجامعه الحضاريه على اساس واحد البلاصه اللي كتواجد في زنقه الجزائر، مدرسه برج الحمام، جنب ديال القنصليه الصهيونيه. ودفعت الطلب ديالي وجاوبوني وقالوا لي بانه الجواب اللي عطاوني الجامعه قال لي بانه هذاك البلاصه راه ماشي من اختصاصنا، اختصاص مجلس المدينه. وانا ندير معاه واحد، درت واحد الطلب اللقاء ديال الرئيسه، وفعلا استقبلتني الرئيسه. فاش دخلت عندها قالت لي شوف هذيك البلاصه راه ما ديال حتى شي واحد. قلت له هذوك الناس اللي كاينين تماك؟ قالت لك هذوك الناس سامحت لي الملك العام، هذوك شغل السلطه هي اللي غادي تفرغهم تما كاينه. وبالنسبه قالت له بان هادشي كيدوز السمساره، هادشي شحال ديما داز هادشي في السمساره؟ 2015، من 2015 ل 23، 8 سنين ما دازش هادشي في السمساره. وشكون اللي كي يستغل هادشي وشكون اللي كي؟ الله اعلم، حنا ما عارفينش شكون هاد الناس، هاد المافيا ديال هادشي حنا ما عارفينوش. الناس اللي كيهمهم الامر هما اللي خاصهم يديروا واحد اللجنه ويبحثوا في هاد الامر هذا. وجيت اليوم على اساس وراسلت، وهذيك درت واحد الطلب لمجلس المدينه، داز 60 يوم ما جاوبونيش. اذا فاش كت 60 يوم وما كيجاوبوك، اذا هذاك ما ثبت راه قبول الطلب ديالك. وراسلت السيد العامل لانه هو اللي كيهمو الامر، لانه هو الوصي على القطع، الماده 110 من القانون التنظيمي 113/14، هو اللي عنده القانونيه باش على هذا الوص على هذا القطاع هذا. وجيت اليوم باش غادي نخدم هنايا، جيت وقفت، جا عندي السيد قال لي اش بغيتي؟ قلت له جيت نخدم. قال لي كيفاش بغيتي تخدم؟ حنا شحال من عام وحنا هنايا وانت جيتي، كيفاش جيتي بغيتي تخدم؟ قلت له جيت نخدم بحالي بحالكم. قال لي عندك شي رخصه؟ قلت له انت عندك شي رخصه؟ الا عندك انت رخصه راه عندي انا رخصه، ولا ما عندك انت رخصه ما عنديش انا. قلت له نخدموا بجميع ولا قال لي انا غادي نعيط عليهم يديوك. فعلا مركت هنا واحد شي ساعه الا ربع، جاو جوج ديال الدراجين خداهم عندي البطاقه الوطنيه انا والمراه ديالي، وريكلاموا بيا الدائره عندهم. والمهم تعذر عليهم باش يديروا معنا اجراءات، قال لي تمشي انت؟ قلت لهم مشي انا وياهم، ديوني انا وياهم. هو يقول له بان قال لهم الدائره حنا اللي غادي نجيو. وبركت واحد ساعتين، واحد ساعه ونص، ساعتين الا ربع، عاد جا واحد، نقول لك ضابط، نقول لك ما هو جا واحد البارتنير، جا عيط عليا، مشيت لعندو، قال لي شناهو المشكل؟ عاودت ليه المشكل، وقال لي واش انت جيتي البارح وبغيتي تحيد هاد الناس شحال من عام هنايا؟ قلت ليه ولا ماني ما عنديش حق، إلا عندهم حقهم نمشي في حالتي دابا، هما ما عندهم حق ولا ما عندي حق، فهمتيني؟ هما ما عندهم ترخيص ولا ما عندي ترخيص، يا إما نخدمو بجميع ولا نمشيو في حالتنا جميع. ويقول لي سير أخو طبر راسك أنت وياهم، وجات في حالتهم. وانا دابا انا باقي في عين المكان وتنشوف هاد الناس، هاد الناس الواصلين على هاد القطاع، راه كاين واحد الناب وكاين واحد، راه ما عرفتش كيفاش غادي نقولها لك، راه واحد المافيا ديال هادشي ديال الكارديانات، راه ما شاء الله. والمسؤولين ساكتين، وعلاش ساكتين؟ الله اعلم، بلا ما نقول علاش ساكتين، راهم ما عارفين علاش ساكتين. فراه ما غاديش يغلبهم هاد الامر هذا، راه ما غاديش يغلبهم. انا كنت طالب اما نخدم مع هاد الناس حتى تسول الوضعيه، او يديروا يعطوني بلاصه، ماشي يقول لنا سير قلب على بلاصه وجي يدفع لنا الطلب. لا، هما اللي خصو، انا معاق، انا مداوي احتياجات خاصه، خصهم يقلبوا لي على البلاصه ويعطيني بلاصه. ودابا كنتفاجئ بانه هاد الكارديان مشى جابوا واحد السيده ودخلوها، كيقول قالت لك راه فيها شي مرض خايب، ما شي مرض خايب، وهي اللي كاري هاد البلاصه ب 600 ريال في الشهر. وهاد البلاصه كدوز السمساره، وهاد السيده عندها واحد البلاصه في جهه اخرى، وجاو دخلوها باش يسوشوا عليا انا، لا اقل ولا اكثر. دابا هذا الباركينغ هذا كيدير 12 مليون في العام اللي كيدير، وانا عطيت 5000 درهم، لانه الناس تلاقاو بيا محسنين وقال لي هذه 5000 درهم انا غادي نسبقها لك، هي 6 مليون في العام، انا غادي نعاون الخزينه ب 6 مليون في العام. وهاد الناس باش غادي يعاونوا لي 8 سنين هما كينبوا في المال، هاد الفلوسين كيمشيو لمن كيعطيهم؟ وهاديك 5000 درهم اللي غتبقى ليا راه غادي نجيب معايا واحد حتى هو غادي يتمعش معايا، هو 2500 درهم وانا 2500 درهم،
وانا عندي سبعه ديال النفوس في الدار اللي عندي كنجري عليهم، كنت بصحتي الحمد لله، ولكن اللهم لك الحمد داكشي اللي وقع هذا قدر الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد به.